كلنا شفنا وتابعنا مباراة الأهلي مع الهلال السوداني في مستهل مشواره في دوري المجموعات من البطولة الأفريقية. كانت مباراة صعبة للغاية وانتهت بالتعادل، لكن في ملاحظات كتيرة جدا على الأداء بشكل عام. خلونا نعرف إيه اللي حصل مع النادي الأهلي في أول لقاء بره أرضه. نتيجة إيجابية إلى حد ما. من ناحية تانية عندنا كمان الزمالك عنده مباراة مهمة جدا زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة مع فريق ساجرادا الأنجولي. خلونا نتعرف على تحليل مباراة الأهلي والتشكيل أو مباراة الزمالك والتشكيل المتوقع لهذه المباراة مع محمد مصطفى الناقد الرياضي. أستاذ محمد صباح الخير عليك. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا منى، يعني بالتوفيق ان شاء الله النهارده لنادي الزمالك ولشرف الكره المصريه زي ما النادي الاهلي شرف الكره المصريه رغم طبعا التعادل امبارح امام الهلال السوداني. يا رب كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك في مباراته النهارده، لكن عايزين نتكلم في مباراه الاهلي والهلال وابرز ملاحظاتك على هذه المباراه. بص، مباراه الاهلي والسوداني الاهلي والهلال السوداني ما اقدرش اقول ان هي مباراه خرجت بنتيجه سلبيه للنادي الاهلي في ظل الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي قوامه الاساسي 9 لاعبين دوليين شاركوا في كاس الامم الافريقيه ثم انتقلوا لابو ظبي للمشاركه في كاس العالم للانديه والحصول على برونزيه المونديال المره الثانيه على التوالي والمره الثالثه في التاريخ. فكان في حاله من الارهاق اللي بتصيب اللاعبين، دي كانت النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهو عدد كبير من الاصابات برضه ما زال يعاني منه النادي الاهلي رغم عوده عدد من اللاعبين، ولكن لسه برضه بيعاني من غياب زي بدري بنون زي بيرسي تاو، طبعا واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي اللي تدرب في بدايه الموسم من برايتون الانجليزي. فدي كانت نقطه ثانيه. النقطه الثالثه وهو ان النادي الاهلي طوال تاريخه لم يفز على الهلال السوداني على ارضه ووسط جماهيره، وبالتالي دايما ملعب الدوهره الزرقاء ومواجهه الهلال على ملعبه هي مواجهه صعبه، مواجهه كرويه صعبه مش مواجهه سهله، حتى لو النادي الاهلي بيتفوق في تاريخ المواجهات بشكل عام على الهلال السوداني. النقطه الرابعه وهي ارضيه الملعب برضه ما كانتش بالجوده الكافيه اللي تخلي لعيبه النادي الاهلي يأدوا ويتركوا الكره بشكل سلس وسهل خلال المباراه، بل على العكس كان دايما في مشكله في تنبير الكره بشكل سهل، كنا بنشوف الكره دايما بتطب مش بتمشي بشكل سلس في ارض الملعب، وبالتالي برضه ده صعب المهمة على النادي الاهلي. ولكن اجمال النادي الاهلي كان ممكن الموضوع يختلف كليا لو مثلا كره زي كره محمد مجدي قفشه في الدقيقه 50 كانت ممكن تسجل بهدف، كره محمد شريف برضه النادي الاهلي راح عليها، ما فيش خطوره اقدر اقول ان هي كانت قويه جدا على مرمى علي لطفي من لعيبه الهلال السوداني رغم تلكم الكوره في بعض اوقات المباراه، ولكن النادي الاهلي خرج بالمطلوب من المباراه. هيبقى عنده ان شاء الله مواجهه صن داونز وعنده مواجهه المريخ المؤجله. اظن ان خلال الجولات الجايه اداء النادي الاهلي هيختلف، وخاصه انه هيكون بيلعب على ارضه في مباراتي المريخ، نتيجه ان المريخ هيلعب هنا في ملعب الاهلي والسلام، فهيكون مواجهتين للنادي الاهلي على ملعبه، مواجهه صن داونز هنا ومواجهه الهلال هنا. النادي الاهلي مهمته هتسهل خلال الجولات الجايه خاصه مع عوده اللاعبين المصابين والراحه والروتيشن اللي ممكن يعمله موسيماني في اللعيبه خلال المباريات القادمه علشان يتجنب حتى الارهاق اللي لسه اكيد هتصيب اللعيبه في ظل موسم طويل هيمتد. عارفين ان كتير من اللعيبه الاسبوع ده كان صعب جدا بالنسبه لهم، دبي، السودان، وبعدين القاهره، يعني الحركه كانت كتير، ويمكن في منهم كمان كانوا مكمرين من ساعه الكاميرون، فطبعا ارهاق بدني شديد جدا. واحنا شفنا برضو ان اللعيبه كانت مرهقه في الملعب برغم من ان كان في، مش عارفه اقول يعني، رتابه في الاداء او ما كانش في اي نوع من انواع المفاجات. هل ده خاضع لان موسيماني بقاله فتره مثبت التشكيل او بيلعب بنفس الطريقه طول الوقت، ولا هم اللعيبه مرهقه جدا وما عندهاش حاجه تقدر تاديها في المرحله دي من كتر ما هم يعني بيلعبوا الفتره اللي فاتت؟ يعني اقدر اقول يعني رتابه في الاداء لو انا حاسس انه النادي الاهلي مش بيأدي اللي عليه، لو انا حاسس انه الهلال دايما عامل ضغط على النادي الاهلي جوه ال 18 وفي كرات خطيره كتير على علي لطفي، ولكن انا لو بمشي الجيم بالشكل اللي انا عايزه انا قادر ان انا اقفل المساحات بشكل كويس قوي. شفنا حتى موسيماني غير امبارح الشكل شويه، حمدي فتحي لما نزل قفشه الوضع اختلف، يعني حسينا ان في انتعاشه كده، في ضخ دماء. قفش عمل يعني تعاش في الجانب الهجومي وسد الكره حلوه جدا في القائم في اللحظات الاخيره. كمان موسيماني عمل تغييره في شكل الملعب امبارح
اكتفى بان هو يكون محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم في القلب، وحمدي فتحي يكون ثالث في وسط الملعب جنب ديانج وعمرو السوليه. ما كانش في حريه قوي في الزيادات الهجوميه لعلي معلول ومحمد هاني زي ما بنشوف كل مباراه، دايما الطرفين بيطلعوا، دايما طاهر وعبد القادر بيضموا لجوه مع راس الحربه محمد شريف، تلاقي زياده من عمرو السوليه. ما كانش فيه الضغط الهجومي اللي النادي الاهلي عايزه، هو كان عايز يخرج من المباراه بشكل هادئ، عايز يخطف هدف يخطف بيه ال3 نقاط اذا قدر ليه، ولكن اذا لم يقدر ليه ال3 نقاط فهو هيكون راضي بنتيجه التعادل. هي نتيجه مش وحشه في كره القدم في ظل الظروف، لما بص على مجمل الاداء ومجمل الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي امام الهلال السوداني تقولي لا ان النتيجه دي نتيجه جيده. انت مش يعني تتعادلي امام خصم الاهلي معتاد الفوز عليه في ملعبه، مش بتتعادلي امام خصم واللعيبه فت وفايقه والحاله المعنويه او الحاله النفسيه والحاله الذهنيه والبدنيه عاليه، لا بالعكس انت بتمر بظروف صعبه كلها، وبالتالي نتيجه التعادل لم تكن نتيجه سيئه في ظل كمان ان النادي الاهلي لسه هيقابل صن داونز هنا والمريخ مباراتين هنا والهلال كمان ان شاء الله هنا في الجولات الجايه. طيب اتكلمت عن التشكيل واتكلمت عن الاداء الجماعي، عايزين نتكلم عن اداء اللعيبه بقى، الاداء الفردي للعيبه اللي كانت موجودة في مباراة الأهلي وما كانتش موجودة في قائمة المنتخب ولا في كأس العالم للأندية. اللعيبة اللي كانت بتشارك مع النادي الأهلي وكانت موجودة وما كانتش بتشارك في البطولتين اللي قلت لحضرتك عليهم، أدائهم كان عامل إزاي؟ حقيقي يعني لو مسكتهم كده من حراسه المرمى، علي لطفي هو الحارس البديل الوحيد لمحمد الشناوي، الحقيقه ان هو اتعامل بشكل جيد مع الكرات اللي تم تسديدها عليه من لعيبه الهلال السوداني خلال المباراه، كان دايما بيوجه اللعيبه بشكل كويس جدا، صوته عالي كنا سامعينه في المايكات خلال الملعب، كان فايق جدا ومفوق الخط الدفاعي الامامي. بس طبعا يظل علي لطفي برضه فارق كبير في المستوى بين علي لطفي ومحمد الشناوي، ودي حاجه لازم النادي الاهلي يركز عليها خلال الفتره الجايه، انه محتاج اما علي لطفي ياخد عدد من المباريات اكتر فيثبت ذاته او يؤكد ان هو جدير انه يكون الحارس بتاع النادي الاهلي ويحصل على فرص كثيره في المباريات، او الاهلي يدور على حارس اخر، لانه اكيد مع ضغط المباريات وتوالي المباريات في كاس رابطه ولاعيبه بتروح دوريه في كاس الامم وكاس عالم الانديه وبطوله افريقيا ودوري وكاس وغيره، فبالتالي اكيد النادي الاهلي محتاج يكون المستوى الحارس الثاني قريب جدا من مستوى الحارس الاول اللي هو اكيد محمد الشناوي حارس الاول في مصر طبعا معذور محمد ابو جبل ومنافس قوي جدا في المنتخب. الخط الدفاع محمد عبد المنعم شارك في كاس الامم وكاس عالم الانديه، نتكلم في علي معلول شارك في كاس الامم مع منتخب تونس وكاس العالم للانديه. ياسر ابراهيم انا شايف انه واحد من مكاسب النادي الاهلي من كاس العالم للانديه، الاهلي استعاد ياسر ابراهيم مره ثانيه، كانت الفتره الاخيره كان خلاص ايمن اشرف وبدر بنون هم اللي موجودين بشكل اساسي، ياسر ابراهيم الاهلي استعاد وبعد هدفينه في المباراه الاخيره، مباراه تحديد مركزي الثالث والرابع امام الهلال، وبدا يكون متواجد بالالتحامات الهواء، بيكون متواجد دايما ياسر ابراهيم، بيقدر ان هو يستقبل كرات، حتى بيشتغل في البنى من تحت كناس ابراهيم في الاول، البيلد اب اللي بيشتغل عليه موسيماني ما كانش ياسر ابراهيم قادر ان هو يعمله بشكل كويس، ولكن شفنا اداء تطور كبير في اداء ياسر ابراهيم. بقيه اللاعبين كلهم لاعبين دوليين باستثناء احمد عبد القادر وطاهر. بص طاهر في قناعه كبيره جدا من بيتسو موسيماني لطاهر محمد طاهر، عشان كده هو دايما بيعتمد عليه خلال الفتره اللي فاتت، شايفه جناح مميز جدا، كمان تفوق على حسين الشحات البعيد بعيد تماما عن مستوى طاهر. بالنسبه لموسيماني هو واحد من اهم اللعيبه اللي بيعتمد عليه تكتيكيا في المباراه، وخاصه دايما ان هو بيضم لجوه وبيلعب كمهاجم تاني في ظل الزياده العدديه مع محمد هاني ناحيه اليمين، اللي بالمناسبه بيقدم مستويات هايله وبيقدم نفسه لكارلوس كروش محمد هاني في ظل ان الباك رايت في المنتخب ما فيهوش الا عمر كمال عبد الواحد، محمد هاني وجوده اساسي في النادي الاهلي اكيد يدفعه انه يتواجد اساسي في المنتخب. وعبد القادر طبعا يعني واحد من امهر اللعيبه الموجودين حاليا في مصر، وان شاء الله هيكون ليه مستقبل واعد وكبير جدا مع النادي الاهلي، لاعب واثق في نفسه وعنده مهاره ويقدر يقف على الكوره، من اهم اللعيبه حاليا في مصر اللي تقدر تقف على الكوره، اظن ان توالي المباريات برضه هيديله ثقه كبيره جدا هيكون لاعب دولي كمان مع النادي الاهلي. طيب لو جينا بقى نقول الزمالك النهارده ومباراته، هل الزمالك ما عندوش بديل غير انه يفوز؟ الزمالك طبعا ما عندوش بديل غير انه يفوز، يعني انا نادي الزمالك خلال الفتره الاخيره خساره من سموحه في الدوري، تعادل على ارضه امام بترو اتلتيكو في تحقيق دور المجموعات رغم العوده في الشوط الثاني، ولكن تعادل بطعم الخساره امام بترو اتلتيكو، لان نادي الزمالك الجوله النهارده بيقابل سجراده الانجولي في ملعبه، رغم طبعا ان هو حديث العهد للبطولات الافريقيه، ولكن في النهايه انا بلعب فريق خارج ملعبي، ما اعرفش الظروف هتبقى عامله ازاي، الرطوبه الاجواء الملعب هتبقى عامل ازاي، دي النقطه الأولى.
الأولى. النقطة الثانية إن نادي الزمالك الجولة الجاية كمان أمام الوداد المغربي في ملعبه، والنهاردة الوداد برضه بيقابل بترو أتليكو في ملعبه في أنجولا. فوز بترو أتليكو أكيد بيعمل مشاكل كبيرة جدا لنادي الوداد في مقابلته الجاية أمام نادي الزمالك، ونادي الزمالك راح المغرب، فخسارتين لا قدر الله قادمتين للزمالك امام سجرادة والوداد تعمل مشكله كبيره جدا. فنتمنى ان الزمالك يمر النهارده بمباراه سجرادة، اللي بالمناسبه هيكون نادي الزمالك دايما في مباريات الفرق الانجوليه لا يخسر حتى خارج الارض باستثناء مباراه واحده. مباراه واحده في تاريخ الزمالك خسرها في انجولا، اما بقيه المباريات كانت يتعادل يفوز، وبالتالي النادي الاهلي نادي الزمالك عفوا امامه ان شاء الله فرصه النهارده ان هو يحسن موقفه في المجموعه. يفوز على سجرادة يديله دفعه في الجوله القادمه امام الوداد المغربي اللي هو الجولتين المباراتين الجايه في المغرب اللي بعدها هتكون في مصر. نادي الزمالك اكيد كابتن باتريس كاتروني النهارده بيفكر في الاوراق البديله للاعب زي طارق حامد. نادي الزمالك فقد طارق حامد خلال الجولات السابقه وما كانش فيه بديل يعوضه، امام عاشور ما كانش كافي في وسط الملعب، استخدم مره الناشئ هاني، استخدم مره ان هو يلعب بامام عاشور جنبه رؤى او جنبه اسلام جابر، ولكن ما فيش لاعب منهم اثبت انه يقدر يشيل وسط الملعب مع امام عاشور. فانا اظن ان ممكن اوباما يكون ليه دور مزدوج ما بين ان انت تلعب لاعب رقم 8 جنب امام عاشور في وسط الملعب ويكمل ويعمل زياده هجوميه، فبالتالي تدي افضليه اكتر للزمالك، بس ده بيحتاج دايما تقفيل دفاعي سواء من جنب اليمين او جنب الشمال عشان المرتدات. اذا كان الزمالك عنده مواجهه صعبه، مواجهه خارج الارض، مواجهه لا تحتمل القسم على اثنين، لا تحتمل القسم على اثنين ولا بديل عن الفوز، ودي امنيتنا. لكن هل لعيبه الزمالك، هل باتريس كارتيرون قادرون على تحقيق الفوز النهارده؟ بص، اللي حاصل مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة ما يدكش ثقة قوي بشكل واضح، يعني خسارة أمام سموحة في مباراة بتشوف باتريس كارتيرون بيعمل تغييرات غريبة جدا وكأنه لقى فيه، أنت بتتعمد إن أنت تعمل تغييرات بشكل غريب. يعني كان في لوم كبير جدا على كارتيرون إنه ما كانش منطقي تماما إن هو يقعد بشيكابالا، يقعد أوباما، يقعد لعيبة في المباراة الأولى أمام باتريس، وحتى مباراة سموحة برضه قعد لعيبه كتيره جدا اساسيين من لعيبه نادي الزمالك، وبعد كده بيحاول ان هو يستعيد نفس الشوط الثاني ولكن كان خلاص الامور راحت. فبالتالي اداء كابتن واداء الزمالك خلال المباراتين الاخيرتين امام بترو اتليكو وسموحه لا ما يدكش ثقه قوي، ولكن مع تصريحات رئيس الزمالك خلال ال 24 ساعه الاخيره ان لعيبه الزمالك خدت مستحقاتها، ان هم بيحاولوا يقعدوا مع اللعيبه عشان تجديد العقود سواء ابو جبل سواء بن شرقي، وبالتالي هو بيحاول يروح ناحيه الاستقرار الاداري. دي هتكون النقطه الاولى اللي ممكن تخلي نادي الزمالك يستعيد ذاته. النقطه الثانيه زي ما بقول لك انه الزمالك يعني الحاجات التاريخيه دي بتفرق جدا نفسيه اللعيبه في اللعيبه في كره القدم، وبتديك مؤشر. يعني عدم خساره الزمالك في انجولا لا يديك ان نادي الزمالك دايما بيكون فايق في انجولا، دايما بيأدي اداء كويس في انجولا. مباراه واحده خسرها سنه 2005 غير كده كان بيأدي بشكل كويس، حتى انه نادي الزمالك قابل بترو اتليكو في بطوله 2019 في الكونفدراليه وفاز عليه، وكانت البطوله اللي توج بها نادي الزمالك اخر بطوله افريقيه توج بها الزمالك 2019 في الكونفدراليه، وبالتالي ممكن تكون فئه حسن لنادي الزمالك. ولكن تبقى الثغره عند كارتيرون في مباراه النهارده هو مين اللاعب في وسط الملعب اللي هيلعب جنب امام عاشور، ده شويه اللي ممكن يديني ثقه ان الزمالك ممكن يعمل نتيجه ايجابيه او لا قدر الله ما يكونش فيه نتيجه ايجابيه. ربنا النهارده يسترها ان شاء الله. بنشجع الزمالك وبنتمنى له كل التوفيق. محمد مصطفى الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.